أهلا بكم مع كايرو دار. نبدأ الفصل الثاني منهج الفيزياء ثانوية عامة. الصوت حركة موجية. يعني صوت، من هو الصوت؟ الصوت صورة من صور الطاقة، زي الضوء ما هو صورة من صور الطاقة، زي الحرارة صورة من صور الطاقة. الضوء صورة من صور الطاقة يعطي الإحساس بالرؤية، الحرارة صورة من صور الطاقة تعطي الإحساس بالدفء، أما الصوت أكيد صورة من صور الطاقة يعطي الإحساس بالسمع. الصوت ينشأ عن اهتزاز الأجسام بتردد من 20 هرتز إلى 20,000 هرتز، يسبب اهتزاز جزيئات الوسط فتهتز طبلة الأذن بنفس الكيفية، فيقوم العصب السمعي بنقل هذه الاهتزازات إلى المخ، يقوم بترجمتها إلى أصوات أو نغمات. هو تنسى الصوت موجة ميكانيكية لا ينتشر في الفراغ، يحتاج وسط مادي ينتشر فيه، علشان كده لا يسمع رواد الفضاء أصوات بعضهم البعض. طبعا لأن الصوت موجة يا ولاد، ها موجة ميكانيكية تحتاج وسط مادي ينتشر فيه. بس عايز أوريكم حاجة، بصوا انتوا معايا كده، شوفوا الحركة دي، إن الصوت بينشأ عن اهتزاز الأجسام بتردد من 20 هرتز الى 20,000 هرتز، يسبب اهتزاز جزيئات الوسط، مش كده، حول المصدر على شكل حركه موجيه. واضح بقى مين تضغطات ومين تخلخلات. بيقوم العصب السمعي بنقلها للمخ، المخ يقوم بترجمتها الى اصوات او نغمات. انتشار الصوت. الصوت ينتشر على هيئه موجات كريه من تضاغطات وتخلخلات متعاقبة، يعني الصوت ده بينتشر في الهواء الطلق على هيئة موجات كرية من تضاغطات وتخلخلات متعاقبة، تنتشر في جميع من الاتجاهات، مركزها مصدر ايه؟ الصوت. بيمشي في خطوط مستقيمة، الخط المستقيم الذي يدل تحرك كل نقطة فيه على اتجاه انتشار الموجة يسمى بالشعاع الصوتي. يعني ده كده شعاع صوتي. خلي بالك صدر الموجة ده جزء من سطح كرة الصوت، يعني جزء من التضغطات والتخلخلات، جميع نقطة لها نفس التطور، يكون عمودي على اتجاه انتشار الموجة. صدر الموجة ده بيكون كري، صدر الموجة كري قريبا من مصدر الصوت، وكل ما نبعد عن مصدر الصوت بيبقى صدر الموجة ماله بقى؟ مستويا. يا ترى انعكاس الصوت، من هو انعكاس الصوت؟ انعكاس الصوت هو ارتداد الموجات الصوتية عندما تقابل سطح عاكس، وتخضع في ذلك الى قوانين الانعكاس القديمة، زاوية السقوط بس زاوية الانعكاس، والشعاع الصوت الساقط والشعاع الصوت المنعكس، والعمود المقام تقع جميعا في مستوى واحد عمود على السطح العاكس. طب ما هو الدليل على حدوث مين؟ الانعكاس اللي هي ظاهرة مين؟ الصدى. يلا بينا بقى سوا كده انا وانت، انعكاس الصوت هو ارتداد الموجات الصوتية، ارتداد، اوريها لك تاني، هو ارتداد الموجات الصوتية. بص لي بقى كده، شوف، بص ارتداد الموجات الصوتية عندما تقابل سطح عاكس ظاهرة الصدى، دليل على حدوث الانعكاس. الصدى هو تكرار سماع الصوت الاصلي الناشئ عن الانعكاس. يبقى من هو الصدى؟ ده تكرار سماع الصوت الاصلي الناشئ عن انعكاسه. طب ما هي شروط حدوث الصدى؟ عشان يحدث الصدى خلي بالك ايه اللي يحصل، عندي شروط، يبقى السطح العاكس متسع غير مصل الصوت، وايضا يبقى لا تقل المسافة بين السطح العاكس ومصدر الصوت عن 17 متر، وايضا ان يكون الصوت قويا. بس خلي بالكم من بقى حاجه مهمه، يمكن اعتبار كل صدى صوت انعكاس، يعني طالما حدث الصدى يبقى حدث مين بقى؟ انعكاس، وليس كل انعكاس للصوت صدى، عشان عنده شروط، عشان كده حبيت انا اقولها بقى الاول. الحاجه الثانيه، يمكن ان تسمع للصوت الواحد اكتر من صدى واحد مثل الرعد، وذلك بسبب انعكاس الصوت عده مرات، دي تبع الصدى. ايضا كلما بعدنا عن مين؟ مصدر الصوت، تاخذ صدور الموجات الصوتيه شكلا ايه؟ مستويا، بدلا من الشكل الكري اللي بيكون قريب من مين؟
من مصدر الصوت. تعال معانا بقى كده، ايه شروط حدوث الصدى؟ ان يكون السطح العاكس متسع غير مصل الصوت، ان يكون الصوت قويا، ان لا تقل المسافه بين السطح العاكس ومصدر الصوت عن 17 متر. التعريف الصحيح ليه؟ خلي بالك، الاذن البشريه كي تميز بين صوتين متتاليين او نغمتين متتاليتين لابد ان يفصل بينهما زمن قدر 1/10 ثانية. لو الصوت وصل في زمن ماله بقى اقل، اذا وصل الصوت ماشي في زمن قبل ذلك سوف يمتزج الصوت الاصلي بالصوت المنعكس تشعر بهم الاذن كي صوت واحد. يبقى لو دي قال لعلم ليه يجب ان لا تقل المسافه عن 17 متر، قل له حتى تكون الفتره الزمنيه بين حدوث الصوت الاصلي وتكرار سماعه اللي هو سماع صداه لا تقل عن 1/10 ثانية، حيث ان الاحساس بالصوت في الاذن البشريه يستمر فتره قدرها 1/10 ثانية. فاذا وصل الصدى قبل ذلك يمتزج الصوت الاصلي بالصوت المنعكس ماشي وتشعر بهم الاذن كايه صوت واحد. لذلك يجب على الصوت ان يقطع مسافه خلال 1/10 ثانية. هذه المسافه ذهابا وايابا تساوي كام؟ المسافه بتساوي سرعه في زمن. طب السرعه 340 متر كل ثانيه في الهواء الطلق، في 1/10 ثانية يبقى 34 مترا، يعني رايح كام؟ 17 والتاني جام 17 متر. خلي بالك علشان بقى ايه؟ ان الصوت الاصلي زمنه او زمن تأثيره في الاذن يكون انتهى، وبالتالي يبدأ يسمع الصوت الناشئ عن مين؟ الانعكاس. فاحنا بنعلل بقى، شوف كده معانا، يجب ان لا تقل المسافة عن كام؟ 17 متر. ليه؟ هتقول المفروض مسافة الصدى دي ذهابا وإيابا 2x بتساوي في تي، طلعت 4/30 متر، يبقى المفروض تبقى المسافة بين مين ومين؟ السطح العاكس ومصدر الصوت لا تقل عن 17 مترا. ودي مهمة جدا. خلي بالكم من حاجة مهمة، هناخد مثال جميل قوي، مثال يوضح فين بقى ظاهرة مين؟ الصدى. بيقول يقف شخص بين جبلين وأطلق عيارا ناريا فسمع صديين، الصدى الأول بعد 1 ثانية من إطلاق الصوت، والصدى الثاني بعد 3 ثواني من إطلاق الصوت. عايز مني إذا كانت سرعة الصوت في الهواء 340 متر كل ثانية، عايزك تجيب لي المسافة بين الجبلين، وعايزك تجيب لي الزمن اللازم لسماع الصدى الثالث إن أمكن ذلك. ملحوظة يا أولاد، لازم نعرف حاجة مهمة، إن مسافة الصدى ضعف المسافة بين المصدر والسطح العاكس، هسميها 2x، دي بتساوي في تي، تمام؟ يبقى 2x1 بتساوي في تي1، طب 2x2 بتساوي في تي2، هجيب لك انا بقى 2x1 بتساوي 340 في 1، يبقى 340 مترا ذهابا وايابا، اذا اكس واحده تساوي كام؟ 170 متر، اكس دي اللي هي بعد، انا راح نفترض ادي الجبلين الاول وادي الثاني، هفترض الشخص واقف عند نقطه تبعد x1 من الجبل الاول تبعد x2 من الجبل الثاني، هتقول لي 2x1 دي بتساوي في t1 340 في 1 بقى 340 متر ذهابا وعوده، يبقى اذا بعد النقطه دي عن الجبل الاول 170 متر. نفس الكلام 2x2 هتساوي في t2 340، الزمن الثاني كان 3 تبقى 510 متر، يبقى رايح جاي بقت كام؟ ماشي 1020، يبقى المسافه 510، اذا بعد النقطه عن الجبل الاول 170، بعد نفس النقطه عن الجبل الثاني 170 اللي بقى 510، 170 زائد 510 يبقى يبعد كام؟ 680 متر. يبقى انا كده جبت المسافه بين مين؟ الجبلين. قلنا 2x1 بيساوي 340 في 1 340 متر، يبقى المسافة x1 170، 2x2 340 في 3 بقت 1020 متر، يعني 510 متر. أصبحت المسافة بين الجبلين 510 زائد 170 يبقى 680 متر. ملحوظة بقى، خلي أنت بالك، كل جبل يعمل كمصدر صوت بالنسبة لليه آخر. يبقى أنت راح تعتبر أحد الجبلين كأنه مين؟ مصدر، والجبل الثاني كأنه سطح عاكس، وتقول زمن الصدى 2x على السرعة.
2 في 680 على 340 يبقى يحدث الزمن الصدى الثالث بعد مين بقى؟ بعد كم ثانية؟ بعد 4 ثواني. ده سر سماعنا للصدى مين؟ التالت. وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية هذا الجزء اللي اتكلمنا فيه عن ماهية الصوت، من هو الصوت وما هو انعكاس الصوت، وخدنا ظاهرة مهمة جدا التطبيق على الانعكاس اللي هي صدى الصوت، وعرفنا من شروط حدوث الصدى، وعرفنا ان مسافة الصدى ضعف المسافة بين السطح العاكس ومصدر الصوت، دي بتساوي في مين في تي. وبكده أعزائي ننتهي من دراسة هذا الجزء.